كثير ما نسمع عن كلمة ذكرت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي السكينة. ماذا تعني كلمة السكينة؟ السكينة هي من السكون والهدوء، حين قال الله عز وجل عن بيت المسلم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالإنسان منا لا يجد راحة ولا طمأنينة ولا هدوءا إلا في بيته، لذلك قال الله تعالى عن هذه النعمة، نعمة البيت الذي يأوي كل واحد منا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، من السكون والهدوء والراحة والطمأنينة. فقد يفعل الإنسان أفعالا في بيته لا يستطيع أن يفعلها في قارعة الطريق، فإنه يكون في بيته هادئا مستريحا مطمئنا. والسكينة أنواع كثيرة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله حين قال: إن آيات السكينة ستة في القرآن الكريم، ومنها الآية العظيمة والمشهورة آية الهجرة، التي قال الله تعالى عنها: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. إذن السكينة تعني الهدوء وراحة البال والطمأنينة، وأن يشعر الإنسان بالأمان، أن يشعر بالأمن والأمان. لذلك أنزل الله تعالى سكينته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خليله أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذن هذه هي السكينة التي أنزلها الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب سيدنا أبي بكر. أيضا في يوم أحد، يوم أن فعل المسلمون أفعالا تخالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان البعض منهم يغادر مكانه ولا يستمع إلى أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهزم المسلمون في يوم أحد. ولكن الله تعالى رفيق بعباده الصالحين، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الله تعالى لهم مثبتا لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ماذا؟ إن كنتم مؤمنين. ومن بعد هذه الغزوة انتصر المسلمون بأمر الله عز وجل، بسبب أن الله تبارك وتعالى أنزل السكينة عليهم بعد الهزيمة في أحد. أنزل الله تعالى عليهم السكينة، قال لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وسيدنا موسى عليه السلام لما كان يدافع عن رجل مظلوم فقتل الظالم ووكزه، أي قتله من غير قصد، قال: رب إني ظلمت نفسي، اعترف إلى الله عز وجل، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ولما توجه سيدنا موسى إلى مدين لقيه رجل من الصالحين، قال له: لا تخف ولا تحزن، نجوت من القوم الظالمين. أليست هذه سكينة؟ سيدنا موسى فر من مصر بعد أن وكذ ذلك الرجل وقتله بغير قصد، وأقر إلى ربه واعترف إلى الله وسامحه وغفر له ربه عز وجل. كان يشعر أيضا بالخوف من بطش هؤلاء الناس
وكان يخاف أن يلحق هؤلاء به، فلقيه رجل من أهل مدين، رجل من الصالحين، قال له: لا تخف ولا تحزن، نجوت من القوم الظالمين.